خلونا نبدأ مع بعض بأول رسالة معانا. بتقول: أنا أم لثلاث أطفال، هم نور عيني وكل حياتي. كنت متزوجة من راجل أكبر مني ب15 سنة، ما كانش فاهمني ولا كنا قادرين نتواصل مع بعض خالص، وبعد ما خلفت كان بيعاملني زي الأولاد بالظبط، كأني واحدة منهم. فضلت متعايشة لحد ما بدأت العلاقة بينا تتدهور تدريجيا، فقدت إحساسي بيه كزوج وبقى بالنسبة لي أب لولادي وليا أنا كمان. بدأت أخرج وتعرفت على صديقات، كان ساعات الكلام بيجيب بعضه، فمثلا واحدة تشتكي من جوزها وإنهم اتخانقوا مع بعض، وواحدة تحكي موقف حصل لها مع جوزها. حسيت وقتها إن في حياتي عمري ما عشت الحالة دي. بدأت أروح أخلق أي مشاكل بيني وبينه عشان نتخانق زينا زي المتجوزين، لكن كان بينتهي الكلام زي اللي بياخدني على قد عقلي، زي ما بيعامل الأولاد الصغيرين بالظبط. فجأة حسيت إني مش قادرة أكمل معاه، طلبت الطلاق. طبعا كله اتصدم، وحتى أسبابي إني عاوزة أسيبه ما كانش قادر يستوعبها، وفضل يقول لي: إيه التفاهة دي، أنت ما عندكيش تحمل لأي مسؤولية خالص، إزاي تفكري كده. سبت البيت، رفعت خلع، ولسه ما خدتش الحكم، بس الأولاد ما بيكلمونيش ولا أهلي كمان قادرين إن هم حتى يفهموني، وحاسة إني تايهة ومش عارفة إيه الصح من الغلط. 100 سؤال وسؤال ممكن يكونوا جوايا بسأل نفسي، بس أهم سؤال عاوزة إن أنتوا تردوا عليه النهاردة هو: أنا مش من حقي شرعا أحس إني زوجة وليا حقوق، أحس بمشاعر تجاه زوجي ليا، ولا يكفي إنه يحترمني ويجيب لي أكل وشرب ويلبسني زي الأولاد بالظبط ويعملني زي أولادي وخلاص؟ ده سؤال هنطرحه ضمن أسئلة تانية كتير مع فضيلة الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وإن شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ، سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. رأي حضرتك إيه في الرسالة؟ الحقيقة أنا بين أمرين، بين زوجة نفسها تحس بمشاعر إنها زوجة وليها زوج بيبادلها نفس المشاعر وده أبسط حقوقها طبعا، وبين انه ممكن يكون مش بتاع مشاكل وفعلا هو محتويها كانها بنته، وده برضو حاجه مش وحشه، ولكن راي حضرتك. بسم الله والصلاه والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقه انا شايف ان في خطا من الطرفين، بس الخطا على الطرف الثاني اكتر اللي هو المراه. احنا احيانا بنسلك في حل مشاكلنا طريق وعر صعب، فبدل ما ندي مسكن بنقطع، بدل ما ندي حقنة نفتح البطن، فده مش صح. لذلك الذهاب في مثل هذه المشاكل بالذات اللي فيها عدم احتواء من الطرفين، ذهاب لمتخصص، ده يعني عايز اقول معظم الحلول ممكن يكون في هذا الطريق. هو طبعا احنا ما نعرفش هل حصل ان انت لفتي نظره واتكلمتي معاه قلتي له انا مفتقده كذا وكذا وكذا، ولا ما حصلش اساسا كلام؟ خلي بال حضرتك، الزوجه لما تقول احيانا يحدث عناد من الطرف الثاني ما رضاش يعمل، ما هو الطريقه اللي بتقول بيها. لذلك الافضل هو التدخل من الخارج، طرف ثالث يكون متخصص في الارشاد الاسري، طرف ثالث يكون فاهم القضيه دي، مش لازم يكون حتى متخصص. طب حضرتك شايف انها تلفت نظره الاول وبعدين يبقى في تدخل؟ هي المشكله دلوقتي ان احنا عندنا خلع. احنا بنتكلم في مرحله عدت، هي اصبحت دلوقتي ممكن بقى لو عايزه ترجع تبتدي ترشده ويروحوا الاثنين لحد متخصص، نعمل ايه؟ ازاي لو رجعنا نعيش حياه سويه ترضي الطرفين؟ على فكره الشخص الاولاني الزوج ممكن يكون بيعاملها زي بنته، محتواها كويس جدا، بس هو مش عارف يعبر عن مشاعره. فلما قعدت مع السيدات واحيانا شافت حياه هي مش عايشه، او بقول يعني كتير قوي المراه لا تفسدها الا المراه طبعا، فلذلك لما تلاقي المجتمع يعني انا استغربت الجمله وقلت بيني وبين نفسي سبحانك يا رب، محدش عاجبه حاله. يعني في ناس قاعدين بيشتكوا من المشاكل اللي بتحصل بينها وبين الزوج انها بتتخانق، الثانيه ما بيحصلش بينها وبين جوزها مشاكل ولا خناق، فراحه بتفتعل المشاكل والخناق علشان خاطر يبقى زيها زي غيرها. هي بتقول حاجه، بتقول ان هو مش قادر يفهمها حتى لما بتتكلم. في بعض الرجاله اللي بتشوف
انه تعبير عن المشاعر وانه يحتوي مراته كزوجه مش كابنه، نعم. انه دي امور تافهه وانه الحياه مليانه حاجات كتير جدا ممكن تكون اصعب من كده، نعم. ولكن هي الحاجات دي هي اللي بتدي الحياه طعم، هي اللي بتصبر البني ادم على الاستمرار وعلى التحمل. نعم. فانا شايف ان دور السيدات اللي هي كانت بتقعد معاهم ليه دور في زي ما نقول كده عقربة الحياه معاها. الحياه كانت ممكن تمشي، وبعدين احنا ما سمعناهوش هو، احنا ممكن لو سمعنا وجهه نظره ونلاقي وجهه نظره يعني احنا نرضى بيها، لما اقول انا بعملها زي بنت من بناتي، انا محتويها زي بنتي، ممكن يكون حنين عليها جدا، ولكن هي بصت الى الجانب اخر، والجانب الاخر احيانا ما يبقاش موجود. على فكره جانب التعبير عن المشاعر احيانا ما يبقاش موجود في الاسره، والاسره تستمر وتنجح. في ناس ما بتعرفش تعبر عن اللي جواها، بس بيعبر في صوره عمليه، وفي شخصيات بتبقى طباعهم متوافقة مع بعض، يعني في حد بيبقى عملي جدا والتاني برضو عملي جدا، أو نعم. حد عملي جدا والتاني رومانسي جدا، هنا بيحصل مشكلة. نعم. فأنا شايف إن المرأة يعني دائما تنظر إلى الجانب المضيء في الحياة الزوجية، تنظر إلى كرم الزوج، هي ما اتكلمتش إن هو بخيل على فكرة، تنظر إلى إن هو ما بيسلكش طريق حرام، وبرضه هي ما اشار، والا لو كان على طول الست ما بتتوصاش، بتروح قايله على طول وفاتشه الاسرار. فواضح ان هو انسان كويس، وواضح ان هو محتويها، وان هو ملتزم ببيته، وان هو كريم معاها، ولكن هي بصت لجانب ضيق قوي كان ممكن يتعالج بعيد عن مساله الخلع. وبقول اللي شجع هي المجلس اللي كانت بتجلسه، لان غالبا المراه ما بتكونش يعني الصديق الصدوق في النصح، بل احيانا المراه لما حياتها بتفشل بتبقى عايزه اللي بتبقى حواليها، عايزه كل اللي حواليها يفشل. فلذلك يا ريت حضرتك تفكري انك ترجعي وتلمي البيت تاني، بدليل ان ما حدش حواليكي من اهلك موافقين معاكي في الراي، ما حدش معاكي في الراي، فاكيد هم شايفين برضو حاجه احنا مش شايفينها. فخدي الزوج وروحوا لحد متخصص واعرضوا المشكله، وارجعوا على نور زي ما بنقول كده، ارجعوا على ميه بيضاء، ارجعوا على اتفاقات جديده، وان شاء الله هتلاقي الحياه جميله باذن الله. ان شاء الله.